يسعد لي اوقاتكم متابعين قناة مستر كريبتو. عملة شيبا اينو بترتفع باكثر من 31% بعد اخر فيديو تكلمت فيه عن العملة، وحاليا العملة عند منطقة ال 0.401. شو مصير العملة بالوقت الحالي، وهل ممكن تعمل ارتفاعات كبيرة مثل ما تكلمت بالفيديوهات الماضية؟ رح نعرف بهذا الفيديو شو هي اسباب الارتفاع، رح نعرفها بهذا الفيديو. قبل ما نبلش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات مشفرة. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. اولا اصدقائي، بعد اختراقنا ترند مهم على فريم ال 1 داي، حاليا العملة عم تعمل ارتفاعات كبيرة في لحظة هبوط الاسواق العملات المشفرة وارتفاع استحواذ البيتكوين الى 55%. طبعا هذا الشيء ما جاء عن عبث، جاء نتيجة اخبار مهمة، هو انه فريق شيبا اينو اعلن انه الشباريوم راح يعمل آلية حرق جديدة لعملة شيبا اينو. بعد هذا الخبر تم ارتفاع معدل حرق عملة شيبا اينو الى 7,687,000%، وتم حرق ما يزيد عن 8,350,000,000 قطعة من عملة شيبا اينو من اجمالي المعروض للتداول. حاليا ارتفاعات كبيرة في حرق عملة شيبا اينو، ممكن نشوف ارتفاعات بنسب اكبر بكثير خلال الايام القادمة، وممكن نوصل لمراحل 10 مليار حرق في كل عملية تداول على الشيباريوم. حاليا اجمالي المعاملات عم ترتفع بشكل كبير على الشيباريوم بالوقت الحالي، وحاليا عندي ارتفاع استخدام الشيباريوم وارتفاع استخدام الشيباريوم عم بسبب لي حرق كبير للعملة، ولا نزال نحن في بداية استراتيجية الحرق الجديدة اللي فرضتها شركة شيبا اينو. حاليا العملة اصدقائي مثل ما تكلمت كنا بالقاع الخاص بالعملة اسفل الترند عند مناطق موفيك افريج 200، انتقلنا للعملة من القاع السعري تبعينا. الى حد الان العملة مرتفعة 23%، وهي نفس النسبة اللي كانت قبل انفجار عملة تيرا لونا كلاسيك. شو يعني هذا الشيء؟ يعني هذا الشيء انه العملة الى حد الان هي فرصة للحيتان حتى يعملوا بومبات كبيرة على العملة. هدفي على العملة بالوقت الحالي مقاومة 0.3015 وبعدها مقاومة 0.3016 عند المقاومات المذكورة أمامكم، بارتفاع بيصل إلى 50% كهدف أول عندي على عملة شيبا اينو. لكن عملة مثل عملة تيرا لونا كلاسيك، عملات تفريغ مثل ما تكلمت بالسابق، يعني ممكن بأي لحظة يتم التفريغ على هاي العملة ويتم جني الأرباح من قبل الحيتان. أنا من هاي المناطق راح أخرج من صفقات اللونج وأفتح صفقات شورت على العملة كإعادة اختبار للدعم مرة ثانية بانخفاض بيصل إلى 30%. هيك نكون وصلنا لهي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. طبعا بدعوك لا تنضم لنا على التليجرام، عم بعمل صفقات مجانيه بيوصل ربحها الى 450%، وبدعوك تنضم لمنصه اكسنس افضل بروكر تداول فوركس وكريبتو على الاطلاق. وكمان رح من خلال الايام القادمه رح اعرض عليكم ميزه الحسابات المموله من شركه ايرن تو تريد، ورح اعمل جروب خاص بهذا المنصة. اي شخص بيحب يفعل حسابه ويشتري حساب ويفعل حساب، كل عليه ينضم لنا بهذا الجروب حتى يحصل على صفقات مجانية ويربح من التداول الخاص فيه على هاي العقود. هيكون وصلنا هاي الفيديو، بتمنى هالفيديو يكون نال اعجابك. مع السلامة، دمتم بخير.